السلام عليكم، معكم يعقوب الشراح، وحياكم الله في فيديو تعليمي جديد للعبة دانجنولوجي. اللعبة من تصميم كل من دياغو فونسيكا ودانيلوف غويدي، من إنتاج شركة لودس ماجنس ستوديو، وتلعب من قبل شخص إلى 4 أشخاص فيما يقارب الساعة والنصف. والآن أترك المجال للأخ أحمد العنزي صاحب حساب فوكسو جيمينج على الإنستغرام لشرح اللعبة. فلعبتنا اليوم دانجنولوجي ذا اكسبيديشن. اعطيكم نبذه بسيطه عن قصه اللعبه. انه يقول لك في جامعه في ايطاليا اسمها روك كارفيتا، عندهم مكان شاغر حق بروفيسور في المنهج الدانجنولوجي. فاحنا سكولرز، كل واحد فينا لازم يروح للمكان اللي هو الدنجن اللي عندهم عشان يقدم احسن نظريه، اللي يسمونها ثيسيس، يعني تسوي تقديم نظريتك. اللي يقدم افضل نظريه راح ياخذ مكان البروفيسور في الجامعه. بس هذه مبدأ اللعبة. زين، شنو طريقة اللعبة؟ شلون نلعبها؟ الحين نقول لكم اياها. اللعبة على راوندات، كل واحد يجي دوره، فبدورك انت تقدر تسوي 4 شغلات، واحد من 4 شغلات. اول شغلة اسمها thesis submission، عندكم في الكرت اللي هني، هذه هني، فيقول thesis submission. هذه هي الطريقة اللي تفوز فيها اللعبة، انك تقدم نظريتك. طبعا انت مو مجبور تسويها هذه، اذا بتسويها تسويها. فما تقدر تسوي thesis submission الا اذا عندك 2 stars بالبورد اللي هني، في تشوف النجوم اللي على البورد اللي عندك. فاذا حصلت 2 stars تقدر تقدم، بس طبعا في قوانين لها. فالحين ما نتكلم عن هذه، لان هذه نهايه اللعبه، نتكلم عنها اخر شيء. في بعدها تقدر تسوي شغله اسمها rest phase، انك ترتاح. احنا في الدنجن راح نتعب، راح نشوف اماكن فنحتاج نرتاح، فعشان ترتاح بس تسوي الاكشن هذا. هذا ينهي دورك بالكامل، بس يخليك ترد الكامب مالنا لهني، وتاخذ عدد طلاب من الكامب فاير الموجود هذا هني، وترد دينك. واذا في عندنا في شغله توكن اسمها ستان توكن، هذه ممكن توقفك عن اللعب كلهم تتخلص منهم. في شغله عندنا اسمها جينكس كارد هني، هذه كروت نحس هم تتخلص منها، تتخلص من كرت واحد منهم وتكون يعني فرش حق الدور الجاي. فهذا الرس فيس، يعني انت بدورك اول شيء اما تسوي تيسي سمشن، طبعا هذه نهايه الجيم، تقدر تسوي رش فيس ينهي دورك بس ترتاح. الحين نبلش طريقه اللعب الاساسيه، اللي هي اول شغله اسمها موفمنت فيس. هذه انت هني تبدا تتحرك. زين، شلون تتحرك؟ كل واحد فينا عنده بالبورد ماله ستاتس له، اللي هني تشوفونهم اللي تحت. فاول واحده اللي هو عدد الطلاب اللي انت تبلش فيها الجيم، بعدها يسمونها الهاند سايز مالك، اللي هو عدد الكروت اللي تقدر تشيلها بيدك، وراها عدد الخطوات اللي تقدر تمشيها. فاحنا كلنا نبلش بالكامب هذا. فمثال شخصيتي اللي هو النوفس فنزنزو يقدر يمشي 3 خطوات. فشلون طريقه اني امشي؟ شلون استكشف الدنجن هذا؟ اقول والله انا ابي امشي. فالحين احنا الدنجن انقسم الى 3 اقسام، الدور الاول، الدور الثاني، الدور الثالث. فانا الحين كلنا احنا في الدور الاول، اخذ اول تايل من الدور الاول، اكشفها، احطها اي مكان ابي انه يوافق مخرج من المخارج اللي هني. فمثال انا اقول ابي احط هذا هني، في مخرج هني مطابق. طبعا اقدر احطه هني، ما في مشكله، اقدر احطه هني، اقدر احطه كذي عادي، اي شكل ابي. فانا بحطه هني. بعد ما احطه على الشكل هذا، نعبي المربعات بالالوان الموجوده اللي هني. فعندنا اول واحد اخضر، الثاني احمر، بعدين اجدم. تمام، هذه كانت خطوة واحدة. أنا مسموح لي أقدر أمشي ل 3 خطوات، بس أنا بقول أبي أوقف هني، أنا عاجبني المكان هذا بوقف. مثلا شنو اللي يجي ورا الموفمنت هذا؟ شغلة اسمها الأكشن فيز، اللي هو الأكشن مالك. فتسوي واحد منهم. فبالأكشن فيز مالك تقدر تسوي ستدي، إنك تدرس المكان. مثل ما قلت لكم، إحنا يعني سكولرز رايحين ندرس المخلوقات اللي عايشة في الدنجن هذا، بس لازم ندرسهم من غير لا يشوفونا. فلما تسوي ستادي اللي هو الاكشن الاول، تقدر تسوي انك تدرس المخلوقات الموجوده هنا، لازم اول شيء تختبر الستيلث فاليو مالك، اللي هو ان انت اوكي ما حد يشوفك عندما منخرج. فشلون تسويها هذه؟ اول شيء لازم تلعب كرت من ايدك يحدد الستيلث فاليو، على الاقل كرت واحد تقدر تلعب كل الكروت اللي بيدك. فمثال انا بالنسبه لي ابي العب، مثلا خلينا نقول ابي العب هذا وهذا. لما العبهم بهالطريقه هذه الكروت، لما العبها على اساس اني ابي اسوي ستدي، ما لي شغل بالكلام الموجود هنا نهائيا، لي شغل بس بالرقم اللي موجود في الدائره هذه.
زين، على اي اساس انا لاعب هذه الكروت؟ هذه المربع اللي انا فيه، المخلوقات اللي موجوده في المربع عندهم شغله اسمها الارت فاليو، اللي هم منتبهين حق اللي حوالينهم. فالالارت فاليو مالهم موجود هني 4 مكتوب، فانا لازم اجيب رقم اما 4 او اكثر. فالحين انا لعبت جبت خمسة، 5. فالحين انا تمام صح، بس مو بهالطريقه السهله هذه. بعد ما انا العب كروتي هذه، الدور يروح لكم انتم، تقدرون تلعبون كروت عشان تخربون عليه. انت تقدر تجيك فرصه انك تلعب، اما تلعب كروت تخرب علي، ابو طوف، بعدين ابو علي عبد الله، بعدين ابو ليلى، بعدين رد لي الدور، اقدر ارد على تخريبكم لي ونشوف الموضوع ناجح اني اوكي درست المكان او ما نجح. انا قاعد اعطيكم الحين بس فكره عامه عن الاكشن، العامه عن الاكشنات اللي نسويها، لان هي شويه ثقيله، فبس ان خلكم تفكروا فيها ان بهالطريقه هذه. هذا واحد من الاكشنات انك تقدر تسوي ستدي. اكشن ثاني تقدر تسوي شغله اسمها اسبيناج. اسبيناج ان كلامنا العامي تبوق ابحاث اللي ضدك. فاذا انت ولاعب ثاني تشاركون نفس المكان او مكان بجانبه، تقدر تسوي حركه اسمها اسبيناج، اللي هو تبوق من عنده معلومات. فالطريقه هذه يصير نفس دول بينك انت وياه، ان انت تقدر تلعب كروت وهو يقدر يلعب كروت الين خلاص تنتهون. بعد ما تنتهون من اللعب هذا تشوفون منو اللي فاز. اذا اللي جاي بيبوق البحث مال اللي ضده ياخذ من عنده معلومه اللي هم الكيوبز، اذا ما صار ما ياخذ منه شيء ويصير له شغلات سيئه. تمام، هذا قلنا واحد من الاكشن تقدر تسويهم، قلنا الاستادي اسبيناج. بعدين في عندنا شغله اسمها تريك كاردز. الكروت هذه اللي بيدنا فيهم كلام هنا كامل، في بعضهم مكتوب عليه اكشن. اللي مكتوب عليه اكشن هذا معناته الكرت حيل قوي، فلازم تسوي المكتوب بالكلام اللي هني بس ينتهي دورك خلاص، بس تسوي الاكشن المكتوب هني وينتهي دورك. تمام، هذا انا حاط مثال هني على اساس اذا تشوفه مكتوب هني اكشن اللي هي هذه الكلمه. Choose one information cube and when in note board, then swipe it with the one form the reserved and swallowing. زين. اوكي انا فهمت شنو الاكشن، بس الكيوب الحين بالضبط. اي. شلون احصل الكيوب؟ تحصل الكيوب من المكان اللي انت فيه طريقة الاستاد. يعني اوكي هي موجودة هي بهذه القاعدة هني هذه، بس انا ما اشغل فيها. تمام. هي الحين موجوده في الكيوب هني، انا ما اخذ اي كيوب. لا ما تاخذ الحين، ما اخذ الكيوب حسب الشيء اللي انا اسحب البطايق ويبين لي شنو الكيوب اللي انا احتاجه. مو شرط انت تسحبه، يعني خلينا نقول انا استكشفت المكان، انت بعدي تجي تلعب تقدر تقدم هني وتاخذ الكيوبز الموجودين في المكان هذا. القصد بالكيوب ان المكان موجود هني، مو شرط انت تكشف المكان عشان تاخذ الكيوب. انا لما مشيت هني قررت اني اوقف في هالمكان، بس انا كنت اقدر اكمل امشي واستكشف. تاخذها بس ما قلنا ساعه، الحين اذا وصلت الاليرت فاليو مساويه وايل وما حد خرب علي اقدر اخذ الفيرست كيوب. هذا صح، ما قلنا شو مو صح. الا انا بعدين بتعمق. هو هذا سؤالك، شلون تاخذ الكيوب؟ شو صار ياخذ الكيوب؟ الكيوب تاخذها وتحطها هني على حسب اللون عندك فتعب. الكيوب اخضر. ها اوكي بالاخضر الاحمر وفي ازرق كذي. بعدين انا ما اصلا اوكي بتعبيهم. انزين اكمل لك بس الشرح عشان انا بتعمق بعدها بكل واحده، لان هي لعبه شوي ثقيله. انا شايف بعد قلنا ما قلنا الاكشن اللي على التريك كاردز اللي هم هذول الكروت. في عندنا اخر واحد اللي هو تقدر تسوي زون افكت اذا فيها اكشن بالزون مالك. فمثلا انا في الزون هذا اذا طلع لي اي علامه على شكل دائره ونفس فيها هذا يعتبر اكشن اقدر اسويه هنا. فاذا سويت الاكشن هذا ينهي دوري. فبالنسبه حق العلامه هذه الخيمه اللي هي الخضراء هذه، هذا الاكشن تقدر تسوي رست بهالمكان هذا. بالعاده لما تسوي رست ترجع للكام مالك. بس تخيل ان احنا اكتشفنا الدنجن طبعا راح يصير كبير، تخيل انت بعيد بس انت ما تبي تكمل طريقك وما تبي ترد الكام عشان تسوي رست. فاذا كان فيها العلامه هذه تقدر تسوي رست بمكانك هناك، ما تحتاج تروح. فهذه فائدتها. هذه قلنا الزون افكت. بعدها نوصل حق شغله اسمها الاند فيز. الاند فيز مالك راح تسحب عدد الكروت من هني على حسب الهاند سايز مالك. هذول الكروت اسمهم تريك كارد، وينتهي دورك روح للي بعدك يسوي نفس الطريقه هذه يلعب. الحين هذه نظره عامه عن طريقه اللعب. اذا خلت اتعمق في الموضوع شويه، اول شيء قبل لا اتعمق لازم اشرح لكم الكروت الموجوده هنا. يعني اللعبه كلها قاعد تدور حول
الكروت هذه. الكروت هذه اسمها تريك كاردز، تنقسم حق ست اقسام. الاقسام انا حاطهم لكم هنا، في الاقسام اللي فوق والاقسام اللي تحت. شنو موضوع الاقسام اللي فوق؟ الاقسام اللي فوق ينقسمون حق ثلاث اقسام، او واحد اسمه نوع اسمه اكسبلوريشن، يكون لونه الازرق الفاتح مكتوب عليه اكسبلوريشن. هذا النوع يساعد انك تستكشف، يعني الكروت هذه تساعدك انك تستكشف. في كروت اسمها سوشيال يكونون اصفر، هذا يساعدك انك تاخذ ستودنتس، لانه يعني تعرف سوشيال معارف وكذي، فتاخذ ستودنتس طلاب من الكامب فاير اللي هو المخيم اللي هنا. في كروت اسمها نوتوريتي، هذه تسمح لك تاخذ سينيور ستودنتس، طلاب يعني حيل مجدمين او انه خلاص بيتخرجون، هذول عندهم خصائص. فمثال الكرت اللي انا حاطه هني اسمه نومينيت ا ديبيوتي، فيقول انه لما تلعب الكرت هذا اول شيء لازم تضحي بواحد من الستودنتس اللي عندك، ساكرفايس وان ستودنت. الشغله الثانيه لازم تسحب ستودنت من الباج هذا، كرت الجامعه عفوا باج اليونيفرستي، يعني عشان تاخذ الديبيوتي. الديبيوتي طبعا موجود بهذا الكروت هنا، يعطيك خصائص هذا الديبيوتي. هذا الحين لا تحاتي، لما نلعب راح نشرحها اكثر. هذا النوع الكروت اللي هو بس مساعده لك. زين شنو نوع الكروت هذه؟ الكروت هذه اللي هني هذه اللي راح يصير فيها الطق كله. ففي عندنا ثلاث انواع: ماجيك، سبتريفيوج اللي تخرب على اللي ضدك، فيت. هذا الفيت يعتبر رقمها عالي، يعني ما في اعلى من ارقامها. اذا تشوف الكروت اللي هني واحد ثلاثة على شيء اثنين واحد، هذا أربعة، يوصل أربعة يوصل خمسة يوصل ستة، ما في مشكلة. زين الكروت هذه هي اللي تذكر لما قلت لك انت بتسوي سيرش، انا راح العب عدد كروت احط الارقام وبعدين انتم تجيكم فرصه تلعبون كروت تخربون علي. الكروت اللي تلعبونها عشان تخربون علي بس من الثلاث كروت هذه، اللي هو الكرت الازرق الماجيك تقريبا بنفسجي على ازرق غامق، او الكرت الاحمر، او كروت الفيت. وما تقدر تلعب اللي موجود بالنص هنا، ما تلعب الا اللي عليه علامه البركه هذه اللي يسمونها auxiliary effect، اللي هو الطريقه المساعده هذه. هذا بس عشان تخرب عليه. فمثلا هني قلنا الالرت فاليو 4 وانا لعبت 5، فانت تقدر تزيد الالرت فاليو هني. شلون الطريقه هذه؟ مثال خلينا نقول انت لعبت الكرت هذا الحين هذا، تمام؟ فتقول والله انا بلعب الكرت هذا في عليه العلامه البرق هذه. طبعا في شغله لازم تسويها، اول شيء لازم تسحب عدد 2 ستودنتس من الباك هني عشان تزيد الالرت مال المكان باي 4، فيصير الالرت 8. فهمت معي؟ ايه فهمت. فالحين اذا هذا صار 8 وانا 5 معناته انا اقل، ما اقدر اسوي شيء. بعد ما تخلص انت، ابو علي عنده انه يبي يلعب كروت او ما يبي يلعب كروت، كيفه، بعدين بليله، بعدين يرجع لي، انا ذي ساعه اقدر ارد على اللي انت لعبته لي بنفس الطريقه، لازم واحده من الكروت هذه وما اقدر العب الا علامه البرق. دخلت شويه؟ لا الحين وضع بالله. الحين وضعي اوكي. الحين وضعي اوكي. زين. اقول لكم على شغله اخيره بس على اساس انا اشوف ان اللعبه مع اللعب تفهم اكثر. شغله اخيره، اذا انا هني موجود هني وبسوي ستادي، تقدر تاخذ اكثر من كيوب، يعني مو شرط تاخذ بس اول كيوب هني. تقدر تاخذ اكثر من كيوب. شلون الطريقه اللي تاخذ اكثر من كيوب؟ اول شيء في عندنا هني في البورد مالنا، تشوفون هذه صوره النظاره. هذا يعني الانتليجنس مال لاعبك، ذكاء. فهذا عدد الكيوب اللي تقدر تسحبهم. فمثال نوفيس انا 3، فالماكسيمم كيوبز اقدر اخذها من مكان واحد 3. سكواير 2 فيقدر يسحب بس 2. كم الانتليجنس عندك؟ 2 ثلاثة. فخلينا نقول انا ابي والله باخذ الكيوب هذا والكيوب هذا من اول السدي. هذا قلنا يعادل اللي موجود هنا. زين الثاني اذا بسويه راح يزيد الالرت، راح يزيد يعني الرقم موجود بلس 1. في عندنا هني العلامه اللي هي موجوده هني، فاذا تاخذ 2 كيوبس يزيد الالرت باي 1، اذا تاخذ 3 كيوبس يزيد الالرت باي 3، 4 يزيد باي 6، 5 يزيد باي 10. هذا اذا بتاخذ يعني اكثر من كيوب واحد. نبلش اللعب وتشوفون طريقه اللعب. اوكي ما في مشكله.
بس هي الحلوه اللي فيها طق مطق بينت ووضعك بحيث انك تاخذ الدراسه وتقدرون تفوقون من بعض كذي. زين بس خل اقول لكم على الاوبجكت مال الجيم مالنا شلون نقدر نفوز اللعبه هذه. في عندنا هني كل كيوب تاخذه راح يزيد قيمه المكان الموجود هني. فمثلا اذا انا اخذ كيوب اخضر احطه في المكان هذا صار الرقم اللي فوقه، الرقم اللي فوق اللي عندي هني يصير 2، فهذا عدد النقاط اللي انا مجمعها. زين في احنا كل الموضوع مالنا قاعد ندرس هذه النظريه، قاعد نشوف المخلوقات الموجوده هني. هذا طبعا الحين هدن ما نقدر نكشفه، فانا حاط على جنب واحد يشافها. مثال عندنا هذا احنا يعني طبعا هي بشخص غير بس نفس طريقتك هذا. فطريق الكرت هذا يقول انا محتاج 25 نقطه على اساس اقدم نظريتي بنجاح، ان النظريه مالتي اقدمها بطريقه تمام. حلو. فكم نقطه احتاج؟ احتاج 25 نقطه. فانا لما اجمع كيوبز هني اقدر اجمع معلومات او اقدر اجمع عدد نقاط واحاول اوصل 25 عشان اجيب النظريه صح. بس في هني شغلات اسمها موديفايرز، هذه تزيد وتنقص على عدد الكيوب، كل واحد على كل كيوب. فمثلا هذا يقول ان الكيوب الاخضر يزيد واحد، زيد 1. فاذا انا كان عندي مثلا 5 كيوبات خضر راح يزيدني 5 نقاط على كل كيوب. وبعدين الكيوب الاحمر يقول لي نقص منه 1، فعلى كل كيوب احمر راح انقص 1. فانا لما اجي اسوي والله انا اوكي بقدم نظريتي الحين، اقدم نظريه مالتي، اكشف الكرت هذا بروحي بدون لا احد يشوفه، اشوف اوكي تمام تمام تمام، انقص وازيد، اذا جبت الرقم الموجود فوق يعني قدمت بنجاح، اذا جبت اذا ما جبته ما قدمت بنجاح وراح اخسر واحد اعلى كيوب عندي من هنا. اوكي تمام ولا مو تمام؟ دحين تمام. انزين بس خل نبلش ونشوف طريقه اللعبه. بس يسألك سؤال الحين يقول لك الاخضر بلس 1، ايه انا الحين عندي 6 كيوب، كل كيوب يزيد بلس 1 يعني توتال 12، هذا قصدك؟ كحسبه نهائيه؟ لا عليكم السلام. ماذا اذا انت عندك؟ شوف يلا كانك زين. فمثلا اخذ لي هذول الكيوب وحطهم على البورد اللي عندك. يلا ها صار 3، حطهم على البورد اللي عندك. ابشر. شنو الرقم اللي طالع لك فوق؟ ثلاثة. لا الرقم طالع هنا، لا فوق، الرقم اللي فوق الكيوب فوق 6. 6 حلو. فانت عندك الحين 6 كيوبس، وبعدين هذا يقول كل كيوب اخضر ياخذ بلس 1. فانت كم كيوب اخضر عندك؟ ثلاثة. كم مربع اخضر؟ حلو. فكل واحد ياخذ واحد، كم يعني؟ ثلاثة. ثلاثة زائد الرقم الموجود هناك كم؟ يعني 9. انت موجود، انت موجود الرقم اللي عندك 6، وكل كيوب اخضر ياخذ بلس 1 يعني 3. 3 زائد 6. اوكي اوكي اوكي. حلو. نفس الطريقه حق اللي هني. اوكي بس هذه هي اللي مقصودها بس. تمام. هذا ستيلث فاليو مالك انت كشخصك، عندك ستيلث فاليو. فلما تاخذ كيوبات لما توصل حق العلامه اللي هي السهم اللي تحت، تشوف هذه تقدر تزيد للسيل فاليو مالك، يزيد من نفسه. اوكي اذا واحد فينا وصل نجمه بالمربع ماله، اذا واحد فينا وصل نجمه، اي نجمه العلامات ما يهم، اي نجمه، الثانيين اللي عندهم عدد نجوم اقل منه راح يصير لهم شغله اسمها اكزولتد، راح يصيرون حيل اقوى، راح يقلبون شخصيتهم ويصير عندهم حركات جديده ويصيرون اقوى حتى الاساس مالتهم تتغير عشان يلحقون عليه. اوكي زين في شغله اخيره بس اقولها لكم، شغلتين. تشوفون العدد هذا اللي هو حاطين كانه نفس شخص وعليه نجوم فوق راسه، اللي قبل الاخير، قبل الاخير هذا اسمها الستان فاليو مالك. هذه عدد توكنات الستانز اللي تقدر تاخذها، اذا وصلت الرقم الموجود هني، اذا وصلت الرقم هذا بدايه دورك الجاي لازم تسوي راست مخصوص، غصب عليك تسوي راست، بس ما تقدر تسوي شيء ثاني غيره. اوكي زين الاخيره اسمها نولج كومبو. فاذا حصلت المربعات الموجوده هني تاخذ هذا التوكن، يسمح لك تشوف الكرت هذا بروحك سكات، لان احنا الحين ما نقدر نشوف الكرت هذا شنو موجود. فاذا وصلت عدد المربعات الموجوده، فانت شنو المربعات المطلوبه منك؟ انا ازرق واصفر. حلو. فاذا حصلت هني اصفر وازرق راح تاخذ المربع هذه تحطها هني، هني مو بالقاع، اي لا هنيك شغلك هني. اوكي فتحط هذه، تقدر تشوف هذا بسكاتي عشان تعرف انت شنو محتاج عشان تقدم نظريتك. نبلش اللعبه نقول بسم الله. يلا. حلو. فقلنا منو اول لاعب؟ حلو. تبي تبلش انت؟ يلا. اوكي يلا.
ف اوكي تسوي موف وين تاخذ اول واحده شفها وشوف وين تبي تحطها. طبعا لازم كلنا اورينتد، لا لازم كلهم اورينتد نورث، العلامات هاي كلهم شمال. لا اقصد يعني بس انه تلفها شيء بس عاد كيف تحطها هاي المكان. تمام انقل لاعبك هناك نعبي الموجود هنا. لا لا ما لا لا زين بس قبل لا تكمل لازم يسوي ريزولف حق الشغلات الموجوده هنا. فاول شيء هذا يقول في درج سرداب، فالسرداب لازم تكشف مربعه من اللي بعده، فتاخذ هذه وتحطها. اي هذه عشان سرداب. وين هذا هني؟ اي مكان كيفك، بس انه في طريق. لا كلهم الاورينت مالهم شمال. وين الباب؟ في لا لا في كلهم فيهم طريق. اي تمام حلو. بعدين نحط درج لها عدد سوري لازم نحط درج لها انه هذا ينزل لتحت. طبعا اذا حطينا مربع هني مستحيل تقدر تدش هناك، حتى راح نحط عليها طوفه انها مسكر. بعدين حلو بعدين عندك هذا هني عشان تطوف من الباب هذا تحتاج كيوب احمر ببوردك عشان تطوف. زين بعدين العلامه هذه ان لقينا البوس مال الدنجن فانت مبكر طلعته لنا. زين مو مشكله هذا البوس مال الدنجن مالنا. فاول مره تطلع العلامه هذه نشوف شغله اسمها سايتنج ان احنا شفناه. بوس الدنجن مالنا اسمه درانك ليتيس، هو ليتيس بس هذا شويه شعر بلبن واجد. حلو فاول ما هذا فيقول ليتيس appears in the zone where the boss zone effect was activated and activates. فاول شيء يوصل هنا يصير لا اكتيفيت. فموف ليتيس 3 zones toward a randomized scholar. He stops if he enters a zone with a scholar. فإذا دش مرحلة فيها طالب راح يوقف وشوف شنو يصير. بس الحين بالنسبة حق الطريقة هذه إذا لاعب شغله في المكان هذا ما يشتغل على اللاعب هذا، يروح حق ناس ثانيين. إحنا كلنا في الكامب فإحنا ما نتأثر بالحالة، ما راح يشتغل البوس. فيعني يقاتل فري باس على قولتهم. بس الحين تقدر تكمل، بس في شغلة لازم تعرفها. ليتيس إذا موجود في الزون يزيد الألرت اللي هو هذا باي 2. تقدر تكمل تمشي الحين. أمشي. فتقدر تكمل هني أو تقدر تروح تحت. بس ترى تحت شوي صعب بدل بالك. صدق؟ دقيقة خل نعبي اللي تحت أخضر وأحمر وأصفر ها؟ أول ما تفضل تفضل. أنت قبل لا تكمل شفت كروتك ولا ما شفتهم؟ كات واحد. أوكي. إي فحاول تشوفهم عشان شو اسمه تعرف شنو مكتوب لك وكم الرقم اللي فيه. إي ال الرقم هذا ايه حق الستيف. حق شنو؟ الستيف يعني هذا الالرت عشان اخذ عشان تشيل الكيوب. يس شنو الانفورميشن كيوب؟ اهم هذا الكيوب اسمهم انفورميشن كيوب. زين خلنا نمشي. طب تفضل عطنا ثلاثة خضر شعرة حين هذيل. حلو فأول شيء عندنا درج فلازم تكشف واحدة من اللي تحت. حلو لا في ها اي ما في مكان. لا ما تقدر تقدر تدز هذا اللي تبيه. زين فنحط درج انه نزل من هنا بس المسخان 50 سنه بس المسخان. دقيقه لازم نشغل بعدين هذا بي. اذا اكتشفنا تايل ثانيه فيها بي يعني بينهم منفذ سري، فتقدر تروح من هالتايل هذه الى التايل الثانيه عليها بي. بعدين البوس يشتغل بعد؟ يس خير علي بس انت اللي راح يتركتك. زين فاول شيء بس عشان نعرف شنو يسوي لازم نسحب كرت يروح حنين. انت شو لونك؟ ازرق. اوكي لازم نسحب كرت لين يطلع ازرق لان انت اللاعب الوحيد اللي الحين اي طبعا بس راح يهمنا شنو يسوي بسبه الكرت لين فراح نسحب لين يطلع لنا
هذا الكرت الازرق حلو. فالبوس طبعا يوصل لك وبعدين نشوف اللون اللي هني. فالبوس طلع للون الاخضر. اللون الاخضر يقول لنا the scholars take a stun token. حلو. بالنسبه حق الستن توكن، اذا جالك ستن توكن تقدر تضحي بواحد من السدس عشان ما تاخذها اذا تبي يعني طبعا. تمام بس تقدر تكمل لعبه. عطني اخضر اخضرين وازرق واحمر. حلو دقيقه اوكي تمام. هني طبعا هم في درج اخضر اخضرين وازرق اذا اشتغل مره ثانيه بس انا الحين ما في لا لا اذا اشتغل مره ثانيه راح يهوشني ولا لا يروح لازم بلا راح يهوشك يعني لازم تحرك اذا واحد من ربعنا راح يشغل بعدين لا لا بس 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 اذا يهني على طول يسوي الاكتيفيشن اي اذا واحد من دشني راح يشتغل على طول بس بعدين تسحب تشوف يروح بس ممكن يروح حق اللي موجود هني ها ممكن اي راندوم يعني راح يصير راندوم اي اوكي اذا انت الحين باجي لك اخر خطوه صح اي انت كم عدد خطواتك زين هذا يزيد الحين شو اسمه صار أربعة لأن ليتس موجود في المكان هذا زين أقدر أمشي تقدر ما في مشكلة تمام بس شغل الموس يس لا ترجع روح هناك أحسن هناك أربعة نحط نحط اطلع فوق أو لا اطلع تحت عفوا تقدر حبينا لفتوه صح صح أوكي أوكي اطلع شو اسمه اطلع هني إيه اطلع تحت الباص عاد أشيل اوف هذا خايس اثنين احمر اعطني شو اسمه سكر عاد عاد الكلام هذا شنو العلامه الحين الحين اول شيء الدش العلامه هذه خلينا نشوف هنا شنو العلامه اللي انت رحت لها اقلب البورد مالك فالعلامه مكتوب شنو امبوش فيقول when a scholar enters this zone they must sacrifice n students if they don't do they take a stun token فكم الرقم الموجود 1 لا لا بحر كم عندك زين تفضل هذا خليته نحول زين الحين اذا شنو عندي شو اسوي ستدي تو الحين الاكشنز مناطق اما ستدي اما سبيناج ما تقدر تسوي سبيناج اكشن ماكشين لا شكلك كانت عندك رقم واحد هذه هذا يعني اقدر اسوي صح؟ اوكي يس فلازم طبعا انت اذا بتسوي سدي لازم 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 تلعب اتليست 1 كارد حلو فهذا اثنين عشان تاخذ كيوب واحد لا انطر 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 وي هاف تو رياكت فبلا لا تبي اوكي انا بسوي باس عشان اول ترن تخرب علي باس قبل براسك يس زين بس احنا مشكله عندي بلاوي تسوي قاعد يتالم فمشينا انا عندي لا لا لما تسوي ستدي تلعب الكارت هذا احنا نقدر نرد عليك في حد يطق انا ما راح اطق ولا ما راح اطق بطق اوكي ما حد بيطق لا تاخذ اي لما تاخذ بس اللي على اليسار لف حطه مكان الاحمر لا الاحمر مو كيف تحطه مكان لا لا غلطان زين عطني هذه حلو فلما تخلص الحين تروح شغله اسمها انت فيس كم عدد الكروت بيدك خمسه صحيح اوه نعم جلال اروح بعد ذكر احنا حط قناه فلا تصير شرير دورك اوكي كيف واحد زين الحين اهم شيء تقرا كروتك عشان تعرف شنو يسوون اوكي طبعا شنو انتهى دورك ولا اذا عندك اللعب انا مقون من شو اسمه دايركشن ثاني هذا كرت منو لا هذا الديسكارد باي ما هذا الديسكارد فانا شخصي يا بيكا فالمو قول لي السواب حق الرزيرف اي رزيرف اللي عندي قصدهم اقرا لي اياه يقول تشوز وان انفورميشن كيوب اوف اني نوت بول ذن سواب ات وذ وان فروم ذا رزيرف هذا رزيرف اي رزيرف هذا رزيرف فلقيت سويها لك او ضدك زين Good luck, bad luck. Good. This is a good luck. هذه خليني أسحب كرت. إنزين. Okay. طبعاً طبعاً المكان اللي فيه بوليلا الحين خلاص أشرح لك إياه. الألرت فاليو ماله ثلاثة. إيه. هذه إذا فشل. لا هذه هذه إذا فشل بالستدي يسحب دينجر تو. دينجر تو شنو يعني؟ راح يبطل هذه اليونيفرسيتي باك ويسحب عدد لاعبين. نسيت أقول لك بعلي اسمع هذه سالفة. هني في 25 لاعب ستودنت رمادي. واحد احمر الاحمر هذا مو زين فاذا سحبته راح يصير شغله مو زينه فهني دينجر يقول اذا فشلت بالستدي لازم تسحب عدد لاعبين هني والثانيه
اسمها جود لك. فلما تشوف لما انت تلعب كرت حق المكان هذا راح تسحب كرت من هنا وتضيف فوق كرتك فيزيد الفاليو مالك. تفضل ابو ليه راح اكمل الحين. مكان حلو حرام ايش ما تسوي سدي ما عندي او بس بقول لك لا فيها جود لك يعني يا اهم اسمن فيها تشانس يعني كبير. يلا ليتس جو ليتس جو فور يس اوكي ليتس جو فور. فهذه راح اسحب تو اسحب كرت من هنا حطه فوق. شنو هذا؟ شنو سواها؟ اول شيء بيسوي ستادي فيقول قال بضحي بهالكرتين. طبعا لما يضحي فيهم ما نشوف شيء بس نشوف هذا واحد اثنين ضد ثلاثه. المكان اللي هو فيه في شغله اسمها جود لك يسحب كرت يضيفه على هذا فهو سحب اربعه فصار سته. حلو؟ فانا عن نفسي ما راح اتحدى ولا يلعب بهالموضوع هذا. اذا تحديت شلون؟ في عندك ثلاث انواع كروت الماجيك او خليك بالارقام موجود عليها. لا انت تبي تزيد الالرت فاليو فالالرت فاليو هني ثلاثه انت تبي تحاول تزيده هو الحين سته فعندك ثلاث شيء. لا بعلي الالرت فاليو اللي فوق. لا 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 قدك تلعب من علامه البرق يقول لك شنو تسوي. اقدر مثال مثال بعلي هذا الكرت اقدر العبه ببلاش من غير ولا ريكويرمنت وازيد الالرت باي 1. هذا مثلا ريكويرمنت يقول لي اسحب لا تو ستودنتس على اساس تلعب هذه. هذه اسحب كرتين هذا مثلا. طبعا تبي تسوي هذا تبي تسوي هذا ما تبي تسوي هذا فتسحب ستودنت من اليونيفرسيتي هذا حقك انت تقدر تلعبه انت حقك يزيد الستيلث مالك هذا يزيد الالرت مالك. اوكي شنو الفوق؟ لازم تسحب ستودنت من الباقي. فيها نوعين اكشن اكشن مصارع اكشن مصارع. فاول شيء شنو لازم تسوي؟ تسحب كم على الستودنت؟ ان شاء الله اسحب واحد. اوكي جيب انا مخله؟ لا يا ريت حطه في الكام فاير هني. اوكي وبعدين راح تزيد الالرج باي 3 فصار 6 ضد 6 بس نفس الشيء يعني 6 ضد 6 ما يفيد. لا بس خربت علي شغله كنت راح اخذ اثنين الحين راح اخذ لا دا. انت قلت عشان تاخذ اثنين لازم اول شيء تعلن قبل لا هذا انك كم على الكيوب تاعك. اوكي احنا بس خلينا نشوف اللعبه شلون صارت. ف سكسسفول ياخذ الكيوب بالعافيه عليك كل كروت. لا انا قلت لا لا اول اول عشان اصلا حتى الحين قلت تزيد هذا باي 1 وهذا. اوكي اوكي لازم بس لازم لازم تقول قبل ما يصير. زين خلص دورك كم على دينك؟ انا خمسه. تفضل اقرا كروتك عشان تعرف شنو يسوون. اوكي شنو الديفينيشن هذه؟ ديفينيشن هذه نفسها هذه لونها ازرق فصار اقول لك اذا لونها احمر تصير باد لك. هذا العباره كلها ديفينيشن. ديفينيشن يعني تسحب كرت من هني يمكن تقدر تسوي ديفينيشن. شو يسوي؟ تسحب كرت من هني وتزيد الفالي على الحاجه الموجوده هني او تقدر تسوي حق نفسك تسحب كرت وتزيده. فهمت؟ زين حلو. ف اوكي فانا ابي اروح هني تمام بعدين ابي العب كرت سحر اسمه كرونومي. فشنو يقول هذا الكرت؟ يقول لازم اسحب عدد ثلاث ستودنت من الباك. اوكي هذا نصيحه قاعد سحب الاحمر سحب الاحمر. شنو الحين الاكشن يصير؟ اوكي انا اقول لك الحين فاذا سحبت الاحمر كل السودنس الموجودين هنا كلهم ينحاشون. اوكي الاحمر ينحط هنا اذا الاحمر وصل هنا اذا يعني حطينا احمر 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 الاخير وصل كذا هذا شغله اسمها ماكسيمم الرت كل الموجودين بالدنجن يدرون عنه عارفين مكاننا لازم نسوي نقدم الثيسز مالنا بسرعه او راح نخسر اللعبه. اوكي فالحين هذا لما نحطه هنا راح يقول ضيف ثلاث لاعبين رماديين على كل لاعب موجود باللعبه فواحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث واحد اثنين زحمه هذا اثنتين يعني استخدم واحده منهم لا الكوست وشنو يعطيك بعدين جيم اورستي اي منو اسمه الانترن فتاخذ الانترن من هنا. انزين بعدين راح نضيف ثلاث لاعبين على كل لاعب ولاعب واحد احمر دش الباك فالباك لما بلشنا كان في عفوا 20 واحد وواحد احمر الحين اللي سحبناهم سحبنا اربعه من 20 يعني 16 الحين ضفنا عليهم تسعه وواحد احمر فهذا الارض عموما لما اسحب ستودنت احمر اخذ ستان اعتقد صح؟ بس كان شيك هذي بسرعة الشاي
اوكي فالحمر اسمهم اوميجا ستودنت. لما واحد يسحب اوميجا ستودنت ريزولف ذا تريك كارد بعدين اول سنه بريزنتس جو بعدين ذا اوميجا بلايس ان ذا هايست ذا بلاير هو درو ذا اوميجا ستودنت درو ا جينكس كارد فاخذ كارت جينكس هذا كارت سيء افضل طبعا وبس خلصنا حلو. الحين راح يشتغل الكارت مالي. الكارت مالي شنو يقول؟ يقول انتل ذا اند اوف تيرن نهايه دوري هذا ما حد فيكم يلعب تريك كارد ما حد فيكم يقدر يلعب كروت هذه اوكي هذا يقدر يسوي سدي بدون ما اقدر اسوي سدي ولا احد حظ نحس على حلو على شنو لا حظ نحس لانه سحب احمر سحبت احمر لو مسحب احمر كان الكارت حلو اوكي بس الحين ما ادينا شنو سايد افكتس اللي خذيتها اي بسبه الاحمر اللي انسحب لو مسحب احمر ما في سايد افكتس اوكي بس الحين شنو اللي لا هذا دور الجاي ينفش اوكي حلو زين فالحين ابي اسوي سدي على المربع اللي هنا اذا لعبت فاليو ثلاثة فانا راح العب كرتين واحد واحد بس عندي حركه اسمها ديفاين انترفنشن فالديفاين انترفنشن الحركه مالتي شي يقول تيك 1 ستان توكن اخذ 1 ستان توكن وبعدين اسحب كرتين من هنا واختار منهم واحد اضيفه على كروتي باسيف مالك اي هذا الابيليتي مالتي فراح اسحب كرتين احط هذا فصرت أربعة على ثلاثة ما حد فيكم يقدر يلعب كارت ضدي بسبة الماجيك مالي فأنا الدراسة مالتي تعتبر سكسسفول هذه هم تقدر تستخدمها أوه صح حتى هذا تقدر تستخدمها بس مو مسوي حركتي هذه عموما فبس كذي أنا خلصت انتهى دوري الكروت كلها تروح أسحب الهاند سايز مالي أربعة واحد اثنين ثلاث أربع خلصت دور عندك شو السايد افكت هذا حتى دور الجاي اكشف حبين شنو انا حزم شخصيتي عند ابو خطوات نعم ف راح ابلش هالصوب تمام تكشف كرت صح شفنا الكرت حلو ف بتحطها هنا ولا تقدر تحطها هنا ردت تقرر مو شرط روحني انت كيف وين تحطها بس لا ما تلف على كيفك لازم يكون الجهه الشمال اي تمام حلو اخضر احمر فنحط اخضر واحمر حلو هذه شخصيتي اي طبعا انت لازم تمشي هنا في اذا كشفنا طريق مكتوب عليه ايه هذا ممر سري نقدر نروح تقدر تسوي الاكشن هذا اللي هو انت تسوي رسمي بس لازم يكون عندك كيوب اخضر عشان تسوي الحركه هذه باد لك بعد ما تلعب كروت تسحب كرت من هنا وتزيد الالرت مال هذا الالرت اللي هنا أربعة اوريدي اوكي بس انا يبي تتحرك كم تمشي كم تمشي ما مشكله فنكمل سيده تمام عادي تقدر تكشف عين تقرر وين تحطها مو مشكله هذه اعتقد انكمها شكل فناخذ اخضر واحمر حطيت الاحمر بس اخذ الازرق تمام بعدين تروح هنا ما فيها شيء ما فيها اي شيء بس الالر ثلاثه هذا شنو لا هذه كلهم ارقام بس المراحل ارقام مراحل اوكي ثلاثه زين اوكي بدي اسوي ستدي هنا تمام سوي ستدي زين. انت طبعا ما تبي تلعب الكلام الموجود هنا نفسي انا شلون لعبت طريقه بالكلام ما تبي تلعب اوكي فاذا بتسوي سدي تضحي اي عدد كروت تبي تقدر حتى تضحي اكثر على اساس ان اذا مثلا يعني خايفه تقدر تضحي اكثر اوكي مشكله انا الحين مبدئيا هذا كرتين بس دو لما يرد لما احنا نلعب كروت ويرد لك ما تقدر تلعبهم على الرقم اللي هني لا تلعبها على علامه البرق بس فعشان تيجي إيه. إذا بتلعب كروت أكثر. إيه عندي. أوكي تمام بس أنا بس كده أقولك يعني. تمام. فالحين إذا ثلاثة ضد ثلاثة. طبعًا أنت بس كيوب واحد ما تبي كيوبين صح؟ لو بأخذ أكثر. شلون؟ يزيد هذا باي ون حق هذه. بعدين حق هذه لا عموما أنت ما تقدر تأخذ هذه لأن الانتليجنت مالك بس تو. فأنت مسموح لك حقك تأخذ بس أول كيوبين. فإذا خليت توتال أربعة. أنت أربعة ضد أربعة الحين. شلون ليش؟ ثلاثة زائد واحد على الكيوب الثاني موجودة هني. إذا تو كيوبز. بلس 1 شوف هاي موجوده بالمربع بال
كتابة يعني. زين زين لو أنا قلت لو أنا قلت حط هذا بس مو جس. فالحين أنت الحين صرت 8 ضد 4 عشان تأخذ 2 كيوبس. تمام؟ تبي ترد؟ تبي ترد؟ ما برد. بالعافية عليك. أروح أنا. طبعا هذولي خلاص. إيه احترقوا. احترقوا. كم كات بيدك؟ واحد. وكم عدد كروتك اللي تقدر تشيلها؟ مكتوب 4. فواحد اثنين ثلاثة. تفضل. حلو؟ حلوين. رد عندك الشغل. بعد. إذا جيت كذي. شغل البوس. لازم أشغلهم؟ إيه بس ما راح أطقك أنت. ليش؟ ما راح أطق ولا أحد لأن اللي يشغل البوس والبوس بالمكان اللي فيه ما يترقى هالبوس. يعني لو البوس هني والشغلة راح يشتغل عادي. بس أنت هني ما راح. بس الحين بهالحالة هذه البوس ما راح يتحرك لأن الطريقة الوحيدة عشان البوس يوصل لنا لازم يطوف من الكامب. البوس ما يقدر يدش الكامب هذا. ما راح يطقك. ما راح يشتغل. ما راح يطقك يعني. هذه طوفة صح؟ لا فيها طريق جمال صغير. بس عموم ما في أخضر. ما في أخضر. إذا تبي تعبر لازم تروح ليفل 2 وطوف ليفل 2. هذا ليفل 2 هذا ليفل 2. تمام فالبوس ما يشتغل. ما راح يشتغل. ما راح يشتغل؟ لا ما راح يشتغل. لأن بس أنت الوحيد اللي يقدر. ما يشتغل؟ بلا يشتغل. تقدر تكمل. أوه إذا وصلت هناك تشوف العلامة هذه اللي لازم توقف. هذه شنو الثانية؟ شغل بوس. هذا درج أنك تقدر تقدر تستكشف. هذا صح ما يشغل بوس. بس كم بس وقف لازم توقف بس بس هي تسوي اكشن عطني شو اسمه تسوي السيرش وش اسمه هذا ستدي تمام تبي كم كيوب زين سبيناج سبيناج تبوق بالناس بس لازم تسوي سكروفايز لا لاعبتك الابيليتي مالها ما تسوي سكروفايز الابيليتي مال لاعبتك جباره بالسبيناج سوي تو ديفينيتي يعني تاخذ كرتين وضيف عليك لا لا ما تقدر تسوي سبيناج الا اذا احد من نفس المكان اللي عندك او يمك ليه؟ بس قاعد افهمك اياها زين شو اسوي؟ استدي استدي يس جو اربعه يس اي دربالك شلون ما عندي مو بريميوم زين ماشي الحلقه الخامسه يمكن تسجل شلون 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 لا بسوي ماجيك قول يلا جو عادي شنو يقول select the highest student to be your apprentice شنو هاي ستايل اوكي ممتاز عشان تريد تاخذ اللاعب هذا انت انا هذا شنو هاي سلك هذه تذبح واحد لا غصب عليك تذبح واحد ما عندي واحد اوكي كان دوت خلاص عطنا تمام فشنو تبي تضحي كم اوه تعب فيه ولا لا ها يا لا طبعا لازم تسوي لك اي اسوي صح فتسحبته تسحبته مو ببلاش اي مو ببلاش تعب الاحمر لا ان شاء الله لا ان شاء الله واحد اثنين لا شنو شنو حظك انت ما شفت هذيك المره هذيك المره غلط حط غلط اي بس طلعنا وايد كنت حاط غلط عموما فطبعا السل يشتغل بس انه لازم هذول نضحي فيهم بليلة راح تاخذ جينكس كارد زين انا تضررت إيه. زين يجيب العيد فينا كلنا yes. الحين المكان زاد الالرت لا باي 1 بس باي 1 لا لا هذه هذه على اي مكان باللعبه الحين زاد باي 1 اي بس خلينا نجدد الباق الحين فيقول اوكي الباق حده خلاص فول اصلا حطت كل السودنز الموجودين باللعبه تفضل خلاص انا ما راح اجي